مشاهدين أهلا بكم من جديد. بعض التعليقات عبر صفحتنا على الفيسبوك، وجهنا سؤال حقيقة الليلة: ما هو السبب برأيك لغياب قانون الضمان الاجتماعي عن الدورة الاستثنائية؟ ليث المدني يقول: أعتقد بسبب العمل على قانون الانتخاب، لأنه العمل عليه بشكل مكثف. حسن صبري يقول: موجودات الضمان الاجتماعي يجب أن تكون 6 مليارات دينار أردني، ولا يخوف يتبخر ويأخذوها الهوامير. سميح القاضي: بسبب عدم الكشف عن الفساد والمفسدين وانتهاء الدورة بدون إثارة الشعب وإلهائه بسني شيعي وخلايا نائمة وصاحية، كذب في كذب لأجل حماية الفاسدين. عايد الخالدي عبر الرسائل النصية بيقول: 8 سنوات شغال عند نائب بدون ضمان، وبس انجبر على الاشتراك بضمان أشرك أقاربه اللي شغالين في الشركة، ومن سنة 1990 وهو برسي علينا عطاءات من الحكومة حتى الآن، والباقي عندكم. هذه كانت يعني بعض التعليقات. أستاذ عبد الكريم، أبرز البنود اللي عدلتوها؟ يعني أنا الحقيقة بس بدي أنوه يعني مقدما للي تفضلوا فيه الإخوان النقابيين وجمعية المتقاعدين، أنه يعني يوم الأحد رح أكون أنا واقف معاهم، أنا رئيس لجنة العمل المشتركة، وأنا أشعر أشارك في الاعتصام، أنا أشارك في الاجتماع وأكون يعني في الاعتصام على في مقدمة المعتصمين، لأني أنا يعني دهشت الحقيقة، لأني ما قدرت ألاقي ولا سبب إطلاقا بغياب هذا القانون المهم جدا 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 عن عن ملف الدورة الاستثنائية وأجندتها. هذا يعني مسألة مهمة جدا. أنا بعتقد الحكومة مستمرة في التفكير بفلسفتها التغول على مؤسسة الضمان الاجتماعي، ولا زي ما تفضل يعني عملية الشراء. مع أستاذ محمود، أنا بتفق تماما. نعم، هذه يعني واضح النوايا والمؤشرات اللي يعني بتقوم فيها الحكومة، ومنها مؤشر عدم وضع قانون الضمان على الدورة الاستثنائية، مع أني أنا أخذت قول فصل لأكثر من مرة من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب أنه سيكون في مذكرة نيابية. ألا يوجد احترام لمذكرة نيابية بأغلبية النواب وقع عليها أكثر من 65 نائب وقع عليها؟ وين راحت؟ تبخرت؟ بصير الحكي هذا هذا وهذا شغل مجلس النواب بالأصل. يعني مجلس النواب هو من يقرر ماذا يكون على الدورة الاستثنائية، مش الحكومة لحالها، واجب مجلس النواب له دور كبير جدا بأغلبيته النيابية في أن يقرر ما هي المواد، هذا دستورية من حقه. والآن إحنا الحقيقة اليوم بدأنا كمان نعمل الصبح مذكرة جديدة وبدأنا نوقع عليها حتى يعني نضع الحكومة ورئاسة مجلس النواب المكتب الدائم أمام مسؤوليتها في الضغط وإعادة الصواب إلى هذا القانون وإدراجه على الدورة الاستثنائية. أسمع منك بنود القوانين التي يعني بنود القانون الحقيقة كلياتها مهمة، لكن يعني أبرز التعديلات، أبرزها التعديلات في الحكومة أو الضمان الاجتماعي. يعني لم يكن مرتاحا لسن التقاعد المبكر اللي اللجنة نزلته من سن 50 إلى 48، هذا يعني صار في القانون الجديد سن التقاعد المبكر 48 عام. في القانون المؤقت 2010 رقم 7 50 سنة كانوا حاطين الضمان الاجتماعي اللي هو مشروع القانون المؤقت، واللي هو فعال الآن. يعني لو مش فعال كان الأمر شيء آخر. يعني لو القوانين السابقة هي الفعالة واللي بتخدم الناس والناس بتتقاعد على أساسها في بتكون الأمور تمام ومليحة وماشي حالها. لكن القانون اللي الآن بيحاسبوا في رواتب الناس وفي تقاعدات الناس وفي ضمان الناس وتأمينات الناس هي على القانون المؤقت الظالم الجائر اللي فعلا خلانا نجري عليه. فهذه واحدة من المعامل المنفعة كمان على احنا حطيناها كلجنة نزلناها من 50 سنة المبكر إلى 48 سنة، مش هالشيء الكثير، لكن الضمان ما كانش راضي. واحنا قلنا لهم انه هذا يعني رأي المجلس، انه ملك المجلس والمجلس هو المشرع، لا يجوز تدخل في. فأبدوا ملاحظتهم بلحظتها وبعدين صار توافق على الموضوع ومشت. جميل. يعني مشينا وقطعنا. طب العمال كان 48 ولا 45؟ اذا انا العمال قديش كانوا يطالبوا؟ كانوا يطالبوا 45 ممكن. كانوا يطالبوا ب 45 وما زال، بس احنا زدنا الحقيقه كانوا يطالبوا 45 كان اول 45 كان لا. اول 45 تقاعد، لكن الان احنا شو سوينا؟ نزلنا ال 50 ل 48 سنه، وسمحنا للعمال ايضا يعني المتقاعدين يشتغلوا، وهذه كان ممنوع عليهم. كان اللي بيتقاعد من الضمان مبكرا ممنوع يشتغل باي مؤسسه، وكان يقعد في بيته على التقاعد البسيط هذا، سمحنا لهم بالتعديلات انهم يشتغلوا. ايضا معامل المنفعه كان يعني الحسبه التقاعديه كانت والجدول رقم 5 هذا في القانون القديم كان
كان مش مفهوم من مرة وطلاسم بالنسبة للناس، يعني يروح الموظف أو العامل بده يتقاعد ما يفهم شيء، ولا حتى يعني موظفي الضمان قادرين أنهم يفهموا بشكل كويس. كان في التباس واضح، فكان في التباس. هذا شطبناه وألغيناه. مجلس التأمينات أيضا كلياته شطبناه، لأنه يعني كان بس حكم الخصم كلياته يعني بس وجوه لماعة يعني يضعوها هنا وهناك مشان تأخذ الألف دينار ورواتب وامتيازات، ولغينا أيضا من القانون. وشذبنا مجلس الإدارة، نزلناه أيضا من 15 ل11 بتوقع، شلنا 4 هذول كانوا إضافيين وزيادة يعني في مجلس إدارة المؤسسة. طبعا العدد كبير من الناس غضب، وفي ناس يعني لهم مرتاحت لها القرارات هذه ومرتاحت لها التعديلات هاي. فبدأت يعني نسمع كلام أن هذا يعني القانون إذا صدر بهذه الحالة سوف يقضي على أموال الضمان وإلى آخره، مع أنه يعني من شغلة بسيطة تأمين الأمومة أو أي تأمين التعطل أو غيره، هذه يعني الخصميات اللي بيعملوها بتعوض كل المبالغ هاي اللي ممكن تنزاد على رواتب الموظفين وتحسن ظروفها المعيشية. الضمان بيرجع لورا، الشركات والمؤسسات والعالم في مجال التأمينات عم بيتقدم، عم بيعطي العامل حقوقه للموظف بيعطي حقوقه وبيطلع وبقعد في بيته وهو مرتاح بعد سن من العمل. رفعنا أيضا يعني عدد المهن الخطرة وخليناها 45 سنة، وهي رفعنا عددها يعني أو نوعناها بشكل كبير جدا حتى تغطي، خليناها 45 سنة. وأيضا يعني رفعنا من سويتها وزدنا عدد أو أنواع المهن الخاطئة اللي بيشتغلوا فيها العمال. كلام جميل. طيب معنا السيد علاء الطوال من فحيص، تفضل أخ علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير، وبحب أمسي على ضيوف الكرام الموجودين، وتحية منا إحنا كعمال نائبنا الأستاذ عبد الكريم أبو الهيجة اللي كان دائما متواصل معنا عندما كنا نتصل فيه عن آخر التعديلات والمستجدات على تعديل قانون. مداخلتك أخ علاء إذا تفضلت. مداخلتنا إحنا والله نزل علينا خبر كالساعقة كعمال في العيد بعدم إدراج قانون الضمان الاجتماعي. قانون الضمان الاجتماعي المؤقت بضر عدد كبير من العمال اللي بيشتغلوا في المنشآت الصناعية، وبالرغم من أنه وصلتنا وعود نيابية وتحديدا من رئيس مجلس النواب عن طريق نقاباتنا بأن القانون سوف يدرج في الدورة الاستثنائية التي سوف تعقد يوم الأحد، وإحنا نستهجن ونستنكر عدم إدراج هذا القانون. نعم وصلت أخ على رسالتك، استهجان لعدم إدراج هذا القانون على جدول أعمال الدورة الاستثنائية. قبل ما أجيك أستاذ محمود، اسمح لي بعض التعليقات عبر الفيسبوك. ما هو السبب برأيك لغياب قانون الضمان الاجتماعي عن الدورة الاستثنائية؟ سائد عبر تويتر يقول: السؤال للسيد أبو الهيجة، هل تعتقد أن الحكومة سحبت القانون خوفا من أن يرفضه النواب تحت تأثير الانتخابات القادمة؟ هل لا، ما بعتقد أنه الحكومة بتقدر تسحبه وبين يدين المجلس، ولا تستطيع سحبه دستوريا يعني لا تستطيع. طيب، ويريد أن يسمع رأيك بالقانون عموما لما أجيك بتعطينا رأيك بالقانون عموما أو التعديلات. خلدون يقول: مع الاستحقاق الانتخابي أظن بأن الحكومة رأت بأن مناقشة قانون الضمان في دورة استثنائية له مضرة على الاتجاه الانتخابي في ظل المقاطعات، فتظن أنه أفضل عدم مناقشته لتمرير الانتخابات. هل التسويف هو انتظار لإفرازات انتخابية تعول عليها الحكومة؟ وهنا تساؤل الأخ خلدون. حروف تقول: المطلوب شمع أحمر لقانون الضمان ومؤسسته، أين الحركات وخطابات النقابات من المطالبة بحقهم من هذه المؤسسة بدل من شعارات بلا معنى؟ هذه دعوة لمتقاعدي ضمان الاعتصام. عدل تقول: مؤسسة الضمان الاجتماعي استحدثت قوانين جديدة ليست من صالح المواطن، وسحبت من المواطنين المتقاعدين الذين يبحثون عن فرص عمل بساط العمل في المحال التجارية ما لم يكن العمل ملكا لصاحبه. أستاذ محمود، ممكن سمعنا تعليقات المواطنين وعبر الاتصالات وعبر الفيسبوك وعبر تويتر. التعديلات تتناسب مع مطالب عمالية، وصلتم إلى توافق وفقا لحديثكم، يعني ما المشكلة؟ أين ترون السبب لدفع الحكومة في هذه التعديلات لعدم إدراج هذا القانون في الدورة الاستثنائية؟ حقيقة من حيث المبدأ، أنا التفاهمات حصلت تفاهمات على العديد من مواد قانون الضمان الاجتماعي،
نعم. بين ممثلي العمال وحتى نشطاء الحركة العمالية وكل جهة لها علاقة بتمثيل العمال كان لها رأي ودور في النقاشات التي جرت داخل مجلس النواب. كلام جميل. وللأمانة نقول أن هذه المرة الأولى التي يستقبل فيها مجلس النواب من خلال لجنة العمل النيابية كل نشطاء الحركة العمالية، كل صاحب رأي في قانون الضمان الاجتماعي تم استقباله ومناقشته وأخذ الملاحظات ومناقشتها مع الأطراف الأخرى أيضا. وبالتالي حقيقة مدى الرضا عن القانون التعديلات التي جرت على قانون الضمان الاجتماعي أنا أقول أننا وصلنا إلى 80% من الرضا على المواد التي عدلت في قانون الضمان الاجتماعي كعمال، وصلنا إلى 80%. ما يزعج الآخر هو الإبقاء. من الآخر سيدي؟ من الآخر اللي هو من يريد تعطيل مصالح العمال، لأنه لما توصلنا إلى تفاهمات على بعض المهن من يريد تعطيل مصالح العمال؟ حقيقة أنا أصر طبعا. على أن الحكومات المتعاقبة ممثلة بمجلس الوزراء وإدارة الضمان الاجتماعي هي تصر على تعطيل هذا التعديل وعدم إعطاء الصفة القانونية بعد هذه التعديلات والتفاهمات بين الحكومة والضمان الاجتماعي. نعم. تحت الطاولة. وأيضا هنا أنا لا أبرئ رئيس مجلس النواب، لانه مثل ما تفضل الاستاذ عبد الكريم ابو الهيجه انه مجلس النواب ناقش قانون الضمان الاجتماعي وفتح هذا المشروع، فتح تحت القبه ونقش منه 4 مواد، وبالتالي مسؤوليه المجلس النواب ان يدافع عن ولايته الدستوريه والقانونيه في مناقشه القوانين. هو لم يدافع عن مسؤولياته، لم يدافع عن ولايته. طب شو الماده اللي في القانون اللي مقلقه الحكومه ومؤسسه الضمان الاجتماعي وما بدهم اياها في التعديلات؟ حقيقه يمكن ابرز المواد اللي تحدث عنها الاستاذ عبد الكريم ابو الهيجه الاعتراف ببعض المهن الخطره، وهذا لم يكن وارد في قانون الضمان الاجتماعي المؤقت. الاعتراف ببعض المهن الخطره مثل العاملين بقطاع الصناعات الاستخراجيه، العاملين بالصناعات الدوائيه والبتروليه. هذا قدم الضمان يعني هاي القائمه. هلا في بعض القطاعات تم الاعتراف بها والابقاء على سن التقاعد المبكر بها على 45 سنه، ايضا الحسبه التقاعديه، ايضا بعض التعديلات التي لم يرضى عنها مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذين يقفون خلف هذا المشروع مثل إلغاء مجلس التأمينات. مجلس التأمينات بالمناسبة هو حكم وخصم حينما لا يعترف بإصابة عمل لأي مؤمل عليه بموجب القانون المؤقت، يقول أنه على المتضرر التقدم بالتظلم لمجلس التأمينات، ومجلس التأمينات صاحب الولاية العامة في الاعتراف أو عدم الاعتراف بمدى إصابة العمل وجدوى إصابة العمل. نعم. وبالتالي أصبح حكم وخصم. هلا حينما جاء المجلس ولجنة العمل ألغت هذا المجلس، هناك كثيرين لديهم رغبة بإبقاء على مثل هذه المواد حتى يتنفع عدد غير قليل منهم بما يسمى بمجلس التأمينات ومفوض مجلس التأمينات. من هؤلاء؟ هؤلاء لوبيات حقيقة. الأردن يعاني من طبقة لوبيات متنفذين لديهم القدرة على الوصول إلى كافة مراكز صناعة القرار والتأثير لضمان مكتسباتهم ومنافعهم حتى لا تتأثر. هؤلاء المجموعة الذين يعملون ضد مصالح الشعب الأردني هم بدوا بالتأثير على الحكومات، وأيضا هم جزء من الحكومات بتغييب مصالح العمال الذين هم جزء أصيل من الشعب الأردني. نعم. هلا غياب المسألة الثانية بناء على التعليقات، غياب صوت العمال حقيقة يعني الحركة العمالية تعاني من حالة من التشرذم، من حالة من التردي الواقع التنظيمي والنقابي لها، لكن ذلك لا ينفي أن العمال بمجموعهم ليس بالضرورة أن يتفقوا ويلتقوا بمكان واحد، لكن العمال إذا كان هناك دعوة جادة لمصلحة العمال سننظر مدى استجابة العمال في الدعوة التي تلبي طموحهم واحتياجاتهم وتدافع عنهم، والتي أظنها على الأغلب ستكون الدعوة مقاطعة الانتخاب إن لم يدرج هذا القانون على الدورة الاستثنائية، وسنرى الأثر على الأرض من خلال المقاطعة. طيب خلينا أستكمل في نفس الإطار. معنا المهندس شرف المجالي رئيس الجمع النقابي العمالي. مساء الخير. مساء الخير أستاذ محمد، ومسيك بخير أنت والحضور، وخصوصا نائب الوطن الأستاذ عبد الكريم أبو الهيجة والأخ الزميل محمود الحياري. طيب مهندس شرف، بدي أسمع رأيك حقيقة في عدم إدراج قانون الضمان الاجتماعي على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب. لا يا سيدي العزيز، عدم إدراج القانون أنا بعتبرها مني يعني هي عبارة عن مؤامرة تم حياكتنا لإخراج كل من ليس هو معارض، يعني لتعزيم الشارع الأردني، لأنه قانون الضمان الاجتماعي يمس 1,000,000 أسرة أردنية. نعم. عملية عدم إدراج هذا القانون هو حركة استفزازية من الذين أعطوا المشورة للحكومة بعدم إدراج هذا القانون، لأنه في يعني أنت لديك معلومات مهندس شرف أن هناك من أشار على الحكومة بعدم إدراج القانون على الدورة الاستثنائية؟ ليس لكن هي تكهنات، وعلى تكهنات. ما أعتقد طيب. أنه يوجد من استشار على الحكومة بعدم الإدراج، وهذه عبارة عن مؤامرة ممن أشار على الحكومة بعدم إدراج هذا القانون، لأنه إحنا كطبقات عمالية خلال الفترة الماضية
بحثنا من خلال لغة الحوار أن نتحاور مع الحكومة ومع مجلس النواب ومشكورة لجنة العمل النيابية واللجنة المالية واللجنة المشتركة على الجهد الذي قاموا. القانون جاهز وليس بحاجة لأي لفترة طويلة للتعديلات. وأنتم تقبلون بما أدرج من تعديلات؟ مهندس شرف اسمح لي، تتوافقون مع مجلس النواب على ما أقره من تعديلات على هذا القانون؟ سيد العزيز توافقنا على 90% من التعديلات، وهي عبارة عن يعني كانت مرضية لجميع الأطراف، للمؤسسة مؤسسة الضمان وللحكومة وللمنتسبين. يعني كل جهة كان لازم أن تقدم تنازلات، نحن تقدمنا بتنازلات، الضمان الاجتماعي قدم بتنازلات، وكان يعني عبارة عن قانون توافق موجود داخل مجلس النواب، ولا يحتاج جلسات عديدة مثل ما تدعي الحكومة على أنه القانون بحاجة إلى دراسة معمقة. اللجنة المشتركة عملت دراسة وعملت مشورة مع جميع الأطراف، لكن نحن نعتبر عدم إدراج هذا القانون هو إغلاق لغة الحوار من قبل الحكومة، وهي التي دفعتنا للإعلان عن التصعيد والذي سيبدأ من يوم الأحد القادم باعتصام أمام مجلس النواب. وأشكر سعادة النائب أبو الدهيجة لأنه أعلن بأنه سيكون أول المعتصمين معنا. وصلت مهندس شرف، أعتقد باتت واضحة تماما. راح أرجع لك سعادة النائب وأسمع منك يعني رأيك بالتصعيد وإلى أين سنصل، لكن بعد فاصل قصير مشاهدينا ابقوا معنا.